طقس العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسود الطقس غالبا صافي هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 28 درجة مئوية، الملموسة 27 والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. شمالا سكاكا طقس صافي 39 إلى 26، نفس الحرارة في عرعر تبوك 36 إلى 23. المنطقة الغربية المدينة جدة 48 إلى 28 مع أتربة مثارة، ارتفاع كبير على درجات الحرارة المتوقع خاصة في منطقة مكة المكرمة وأيضا تهامة مكة المكرمة. مكة المكرمة تسجل 48 إلى 32 مع أتربة مثارة، المدينة المنورة 42 إلى 29 والطائف 34 إلى 24. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 32 إلى 23، أبها 32 إلى 20 وجازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية تنشط رياح البوارح المثيرة لأتربة الغبار، الدمام أتربة مثارة 42 إلى 29، نفس الحرارة في حفر الباطن، أما الإحساء 44 إلى 29 مع أتربة مثارة. في المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 39 إلى 28، بريدة 38 إلى 26، وحائل 35 إلى 25. إلى اللقاء.